وانا روحي بعمل كل ده عشان خاطر مين؟ ما عشان خاطرك وخاطري، خاطرنا احنا الاثنين. نفسي انا تبطل القلق بقى. ها ده انت الحرس محوطك في كل خطوه، حرس جوه الفيلا وبره الفيلا وفي كل حته. خايفه من ايه يا حبيبي؟ رفقي برضو كان عنده حرس، نفعه بحاجه؟ حبيبتي انا راجع تعبان قوي ونفسي انام، وكمان لازم اصحى بدري، عندي شغل طول اليوم. يعني انت هتنام؟ لازم انام. انا نمت خلاص. جلال يا جلال. وانا مش هخلص من الموال ده بقى. ايه جلال 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 رجل نامي يا جلال، في واحد في الأوضة. نامي يا فجل، نامي، ربنا يهديك. نامي يا جلال، ده عينيا في عينيا يا جلال. مين ده اللي عينيك في عينيا؟ مساء الخير يا جلال بيه. مين؟ مبروك. امضي. مش همضي يا بابا، مش همضي مهما حصل، البيع مش بالعافيه. بتقول يا جلال؟ مش ايه؟ هو خمال دفعنا كام في الشغلانه دي؟ مالكش فيه؟ انا هديك ارنبين بالهنا والشفا على بدنك. حلو، دي كلمه راجل، حاجة ما تفهمهاش أنت. ممكن تتفهم بتلات أرانب. أنت عايز بقى القرف اللي يمضوا. اخلص. أبوس إيدك يا جلال، أمضي، أمضي، أي حاجة تانية تتعوض. إحنا قلنا إيه؟ مش ما نتكلمش وما طلعش صوت؟ ولا مش عايزة تسمعي لي صوت تاني؟ لا خلاص خلاص. خلاص خلاص. أمضي. أمضي. اخلص. يعني مش حرام يا بابلو امضي على بيع بنص ثمنها؟ حرام ايه يا جدال انت تعملهم عليا؟ انت لاقي في الارض بربع ثمنها لما جلطت صاحبها. خد القلم بتاعك اهو، وقول لكمال يخاف على نفسه، لاني مش هعديها له ابدا ابدا.